المذاكرة. كتير مننا بيسأل إيه هي أفضل طريقة للمذاكرة، وكتير يقول لك يا دكتور أنا بذاكر ومش يعني مش كل اللي أنا بذاكره أو مش قادر أستوعب، أو بعد ما بذاكر بأجي أحل بلجأ إنه إيه مش بحل كويس، فطب أعمل إيه؟ طبعا كتير من العلماء اتكلم في الجزئية دي، ايه افضل طرق للمذاكرة وايه هي الطريقة المثلى وايه ازاي نذاكر. ولكن طبعا لازم نعرف ان المذاكرة فيها فروق فردية، يعني مش كلنا واحد في عملية المذاكرة، تمام؟ يعني في ناس مثلا ممكن تذاكر وتستوعب بسرعة، أو ممكن يحفظ بسرعة، في ناس عندها ملكة الحفظ كويسة جدا إن هو ممكن شابتر واحد يلمه في يوم، لكن في ناس تاني لا ممكن يقعد الشابتر يقعد في أسبوع ما يعرفش يحفظه، في واحد تاني بيفهم ما يعرفش يحفظ ولكن بيفهم كويس خالص يكتب بأسلوبه. فهنا بيكون في فروق فردية لازم نخلي بالنا منها. يعني ايه؟ يعني انا بعرف ايه المميزات اللي عندي واعمل استرس عليها واظهرها، واعرف ايه العيوب اللي عندي وابتدي احسن منها وابتدي ادور منها، تمام؟ طيب هل في طريقة معينة نقدر نقولها للمذاكرة ونمشي عليها ولا في لا؟ هو في خطوات ممكن الخطوات دي نعملها وهنحصل أفضل طريقة للمذاكرة، يعني نقدر نذاكر بشكل كويس، نقدر نحصل بشكل كويس، لكن ما فيش طريقة معينة نمشي عليها كلنا زي بعض، لكن في خطوات أو في حاجات لو عملناها هنستوعب أكتر، هنذاكر بشكل أفضل. طيب إيه هي الخطوات دي يا دكتور؟ إيه الخطوات دي؟ هي أول حاجة لما تيجي تذاكر ما تذاكرش من مصدر واحد، يفضل إنك أنت تذاكر من عدد من المصادر. طيب ما هو انا دلوقتي الدكتور او المدرس بيبقى في منهج او في حاجه معينه، ماشي انت اخدت المنهج ده او اخدت الكورس ده، هتبتدي انت مثلا اثناء ما بتذاكر في اجزاء معينه وقفت معاك تدور عليها، او في حد تاني او في كتب تاني ممكن تقرا منها هتديك حاجه بشكل افضل، او تبسط لك المعلومه ممكن بشكل افضل، او في نقطة معينة مش فاهمها ممكن تدور تحضرها او تسمعها من اليوتيوب بشكل هتفهمها بشكل. فيبقى انا عندي ايه هنا؟ عندي عدد من المصادر ذكرت منه، ده هيوسع المدارك عندي وهيخليني اعرف اكتب المعلومة بشكل افضل، وممكن الجأ انها تتبسط معايا بشكل افضل طبعا. طب ايه الحاجة التانية؟ الطريقة التانية او الخطوة التانية اللي هي ان انا ما اذاكرش من بطريقة واحدة، لا يفضل انك انت تنوع في الطريقة. يعني ايه؟ يعني مثلا بذاكر بصوت، طيب ممكن اذاكر مثلا بالكتابة او الخص لنفسي او اطلع اسئلة او اشرح لحد تاني من زمايلي، يعني اشرح لهم بحيث ان انا اثناء عملية الشرح انا نفسي بفهم وهم بيفهموا اكتر، فبالتالي ويبقى في حوار وفي نقاش ما بيننا، فالمعلومات كلنا المعلومات عندنا تثبت. طب ايه الخطوة الثالثة؟ انك انت يا ريت ما تذاكرش يعني منهج واحد او مادة واحدة في اليوم. يعني ايه؟ يفضل انك انت تذاكر كذا مادة، يعني مادتين ثلاثة. في ناس تروح تمسك المادة الليلة ما تخلصها يا ليلة ما تذاكر مادة تانية، وده طبعا غلط. ليه؟ لان انا هنا ممكن بيحصل لي تشتت، يحصل لي ملل، بيحصل لي ان في معلومات ممكن تدخل في بعض، فيفضل ان انا اذاكر ماده واخد ريست مثلا ربع ساعه وبعد كده اكمل اذاكر ماده تاني. طبعا فهنا بيعمل ايه؟ ان انا بستوعب اكتر وبيكون طبعا افضل لاستيعاب المعلومه وافضل ليا في ان انا ايه اركز لما أذاكر عدد من المواد. طيب إيه تاني أو إيه الخطوة الثالثة أو الخطوة الرابعة؟ الخطوة الرابعة هي إن أنا أبتدي أكتب إيه، يعني كل واحد منا عنده مخاوف، في حاجات مثلا بيخاف منها أو في حاجات
عنده من عامل المذاكرة او جلجاه او متضايق او ان هو خايف مثلا المادة دي ما يعمل، اكتب الحاجات اللي انت خايف منها. فلما تكتب الحاجات اللي انت خايف منها ده هيخليك تهدى شوية ويخليك ترتاح، وانك انت طبعا يعني خلاص عرفت ايه عيوبك او عرفت ايه الحاجات اللي انا متضايق منها فاكتبها. طبعا الخطوة الخامسة من زي ما بنقول كده ابو بالين كذاب وابو ثلاثة منافق. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انك انت تكون بتذاكر وفي حاجة بتشتت انتباهك. يعني ما اكونش بذاكر والتلفزيون قدامي، ما اكونش بذاكر وفي اتنين قدامي قاعدين بيحكوا، فانت سيرتك اصلا او ايه او انت ايه طبعا اصلا بتذاكر وانت متغصبة، انت بتذاكر وانت يعني بيزقك زق على المذاكرة، او انت بتذاكر ارضاء للنفس، فاول ما هتسمع حد بيحكي تقومي داخلة معاهم في الحوار، او مثلا تلاقي التلفزيون تلاقي حتة في التلفزيون تقومي ايه تروحي للتلفزيون تسمعيها، او تلقي ان ايه ان مثلا موبايل جنبك تمسك الموبايل وايه طب اكلم زميلتي اشوفها في الحته دي عملت فيها ايه او لخصت دي ازاي او عملت دي ازاي وهكذا. فاهماني؟ فيفضل انكم انتوا الجزئيه يعني ايه المكان يكون بعيد عن اي مؤثرات، يكون منظم، ويفضل ان انا اكون بذاكر بتركيز طبعا بعيد عن اي حاجه، لان التركيز مهم جدا من او عامل من العوامل اللي بتساعد على ان انا يبقى عندي قدرة عالية على الايه الاستيعاب. طبعا لان المؤثرات الخارجية بتأثر على الايه على قدرتي على المذاكرة، وان انا بيحصل لي عملية تشتت. طبعا عملية الحفظ من الطريقة الستة، او ان انا ايه ان انا مثلا مش بعرف احفظ او بنسى كتير، طب اعمل ايه؟ يبقى انا احاول اختصر حاجات في دماغي، يعني مثلا ارتب الحاجه بحيث ان انا اعمل مثلا بحفظ تقسيم او بحفظ هنا، فاديله مثلا ايه حروف معينه او مثلا عناصر، كل عنصر احفظه بايه ببدايه الحرف بتاعه، فارتبه في دماغي بحيث ان انا ايه افتكر الترتيب ده وابتدي ايه اقوله، فده هيبقى اسهل للتذكر. زي مثلا احنا لما كنا بنفحص شرائح او بنقرا حاجه نربطها بحاجه تاني او بشكل معين او برمز معين عشان اتذكرها، وده هيبقى اسهل في عمليه الايه التذكر. طبعا لازم اعرف برضو من ضمن الخطوه السابعه ان المهم ان انا عندي نوعين من الذاكره، في حاجه اسمها ذاكره مؤقته وذاكره دائمه. يعني ايه؟ يعني انت اثناء ما بتذاكر ما ينفعش اروح اقول ان انا ايه مثلا اذاكر مره واحده، لا اذاكر مره واسيب الماده، لا ده انت المفروض بتراجع على الماده. يعني ايه؟ يعني انا بذاكر الماده كذا مره. طب يعني ايه مثال؟ يعني مثلا انا تخيل انك انت مثلا بتشوف حاجه بتسمع مثلا اغنيه، لو سمعتها او نشيد او اي حاجه سمعته مره واحده وسبته هتلقى نفسك مش فاكره، لكن لو حاجه سمعتها كذا مره هتلزق في دماغك وهتقدر تلقى نفسك بترددها، او شفت حد شفته مره وبعد فتره مش هتتذكره تاني، لازم مع الوقت ايه هتشوفه مره واثنين وثلاثه، صوته مثلا يعني انت لو بتكلم حد كذا مره هتحفظ صوته وهكذا. فانا الماده مثلا بذاكر مثلا الدرس ده او المحاضره دي تمام، جيت سبتها اللي بعديها ذاكر محاضره تانيه وراجع المحاضره الاولانيه على ايه بسرعه كده وهكذا، كل مره ده راجع المحاضره الاولانيه والتانيه والمره اللي بعدها الاولانيه والتانيه والتالته، فهتلاقي نفسك انك انت ايه بدات لا فاكرهم كويس جدا، عقلك طبعا على المدى البعيد تذكرهم بشكل كويس، وبكده يعني يكون انك انت عندك حصيله وقدرت تركز بشكل افضل. وطبعا ويا ريت انك انت تطلع اسئله اثناء المذاكره، زي ما قلنا انك انت كل محاضره ذاكرها تطلع عليها اسئله تلخصها، فبالتالي كل ده هيعمل معاك قوه، وكل مره هتلاقي نفسك في حاجات معينه ما كنتش واخد بالك منها هتاخد بالك منها. وافضل حاجه ان انا اقرا الدرس الاول كله مره واحده وبعد كده ابتدي ايه اجراء على مراحل، يعني ابتدي المره الثانيه ابتدي ايه افصص فيه اكتر، والمره اللي بعدها اركز اكتر وهكذا، كده هيثبت معايا على فترات وهيكون بشكل افضل. واتمنى ان انا اكون افدتكم،
ولو عجبتكم الحلقة يا ريت نعمل مشاركة للقناة ولايك، ولو في أي سؤال أو في أي موضوع نحب نتكلم فيه أو في أي عندكم أي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكرا لاستماعكم.